افتتحت المؤسسة السورية للتجارة صالة تشرين في حي المشروع السابع بمدينة اللاذقية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها ورفدها بالمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية، إضافة إلى الخضار والفواكه والألبان والأجبان، إلى جانب مركز خاص لتوزيع المواد المقننة والغاز. تم إعادة ترميم هالصالة وتأهيلها من جديد. في خطة طموحة جدا، عندنا 129 صالة منفذ بيع السنة اللي هتم افتتاحهم، بإضافة إلى الصالات اللي بنملكها نحن. نحن مستمرين باللاذقية بكل المحافظات كمان، بس في أعداد مختلفة وتنوع مثل ما تكون شايفين، في الخضار فواكه، في اللحوم، في المواد الغذائية، في المواد المقننة، في المنظفات، في جميع المواد المطلوبة. قمنا بافتتاح صالة تشرين الموجودة في حي المشروع السابع بمساحة بتتجاوز 750 متر. هي ثاني صالة بمحافظة اللاذقية بعد مجمع عطامية، رفدناها بكافة الأصناف الغذائية والتحويلية والكهربائية والمنزلية والقرطاسية، بالإضافة إلى افتتاح مركز مقنن وغاز منفصل عن الصالة.